هيك وقت متأخر؟ ميرا يعني مالي عرفانة أنا كيف بدي أقول لك، ما رح تفهمي هالشي. يعني بدها تقول لك إنه هي متضايقة وما بتعرف كيف بدها تعتذر عن المشاكل القديمة وما رح تعيدها أبدا. دقيقة واحدة، أنا كيف بدي أفهم شو المشكلة إذا ما قلتي لي أنت وياها؟ لا أميرة، بالواقع يلي صار إنه شو؟ يلي صار وقتها صار، راح ويا ريت بقى ينتسى. قصدي نحنا تنتين تمادينا كتير وقلنا كتير شغلات لمرت عمي، عن جد هالشي كان كتير غلط. نحنا كنا عم نحكي بهذا الموضوع ونحنا متضايقين من اللي صار كتير. هذا يعني مرت عمي هلا بتكون متضايقة منا كتير، حتى بقية العائلة وبدون أي استثناء ما عم يحكوا معنا أبدا. طلعنا كتير سيئين بنظر كل الموجودين هون. نحنا متضايقين كتير مشان هذا الموضوع، حتى ما قدرنا ننام أبدا. فكرنا نجي على المطبخ وننظف شوي أو نشتغل أي شغل تاني هون لننسى شوي اللي كنا عم نعمله قبل وهيك. ايه ليكي، وهذا كل اللي صار معنا، كتير متضايقين مشان هالشغلة وما بنعرف شو نساوي. لهيك نحنا ما عرفنا مع مين بدنا نحكي، لهيك نحنا التنتين قررنا انه قررنا انه نحنا ننظف كل المطبخ. بقى كاش طلعت لفوق لتنظف وفقدت توازنها، وبتعرفي شو اللي صار بعدها؟ يعني نحنا لازم ندفع ثمن كل الاخطاء تبعنا. شو صاير لخدك؟ خليني شوف خدك منفوخ، شو صاير لك؟ شو صاير معك قوليلي؟ شو بدي قلك يا أميرة؟ ندمانة على تصرفاتي وأنا اللي ضربت حالي بهي الطريقة، يعني ضربت حالي أكتر من مرة على وشي والندم عم يزيد. بعدين ما انتبهت انه اسناني وجعوني
وبعدها أسناني بلشت توجعني كمان. أنا ما انتبهت أبدا. أنا كنت كتير متضايقة. أوه لهيك ما انتبهت على الوجع وما انتبهت على الورم. ماشي لك. شو بدي قلكن أنتو التنتين هلأ؟ أنا أصغر منكم بالعمر وبالمكانة كمان. أنا أصغر منكم. بتوقع أنه اللي صار خلص صار. أنتوا لازم تنسوا. أنتوا عم تتعذبوا هون كتير وكمان ما رح تستفادوا شي نهائيا. أنا برأيي أنه روحوا ناموا هلأ. سلفتي بلاشا؟ يا ريت تجي معي بسرعة. رح أعطيكي دواء هلأ ورح يخفف لك وجعك. إيه؟ ورح تتحسني ميرا. أنت طيبة كتير وما في منك بكل هالبيت. يلا مشان بكرة العرض لساته ثابت. بلاشا؟ إيه. شو مشان الغراض؟ أنت طبيون. يا لطيف. قديش الساعة؟ 8:15. صار الوقت لنفاجئ مرت عمي ولساتني بالتخت. لازم جهز حالي بسرعة وقوم أحسن ما أتأخر. يا الله أنا كتير تأخرت هلأ. أوه يا ربي كتير ورمانة. كاش السافلة. يا الله بحجة التمرين عملت لي مشكلة كبيرة ما بتخلص أبدا. شو بدي أقول هلا؟ بتوقع إنه عملت هالشي قصدا. مرت عمي؟ أكيد هي بدها تعمل لي شي درس مع مرت عمي. يا رب. بلاشا؟ ايه. اعطيني هديك الورقة. ايه هديك. يلا اعطيني اياها. لحظة. يا الله دخيلك. شوفي. بلاشا؟ شبكي؟ بلاشا؟ انتي شو اللي صاير معك؟ شو هاد؟ سني. كيف؟ سني 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 عم يوجعني. لها السبب هو ورمان. يا ربي شو هاد؟ أنا عندي دواء منيح لوجع أسنان. رح أجيب لك إياه. بس تاخدي رح تتحسن. إيه دقيقة. وين حطيت الحبوب يا ترى؟ دخيلك شو هاد؟ قديش صرت أخذ حبوب من مبارح لليوم ما بعرف. مبارح ميرا كمان عطتني حبوب إجباري عني. والله هذا كتير. إذا بضل وشك على هالحالة يا بلاشا أنت أكيد رح تكوني على تخت الموت وعم تاخدي حبوب وجع الأسنان. يا الله شو هالمصيبة. خدي تاخدي 3 مرات باليوم. ماشي. أنا رايح جيب مي هلأ. لا لا قصدي رح أشرب لحالي. صباح الخير بلاشا. صباح الخير عمي. بلاشا؟ ايه؟ ممكن تجيبي لي كاسة شاي؟ شو صاير لخدك؟ شو صاير لخدك؟ ورمان. عن إذنك. الله بيعلم وين بلاشا. بلاشا ايه تأخرتي كتير. ليش لهلا؟ سلفتي
أنا ما حدا حاسس فيني. تعي مرت عمي فاتت مرتين لجوا. عن جد؟ ايه عن جد. في أي لحظة رح تجي بلاشا. ليك أجت. صباح الخير. صباح الخير. أهلا. شو هاد؟ شو بخدك؟ سني عم يوجعني ورم شوي. أخذت حبوب مشانه؟ طيب شو عم تعمل كاشي؟ عم نظف. مبكرة كتير؟ ايه منيح. رح أعمل شاي أنا. شبك بلاشا؟ بنتي شو عم بيصير؟ شكلي فقد التوازي. أسفة 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 أسفة. أكيد توجعتي. انتبهي على الشاي وشيل العلبة من هون. ولا يهمك بلاشا. أنا أسفة 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 أسفة. خرسي أنت خرسي. عاملة حالك شاطرة وبتخططي. المرة الثانية أنا رح أعمل الخطة. فهمتي؟ غبية. شو سجلت الحسابات؟ أه؟ سجلت؟ ايه كله عم يتسجل. انا عم سجل كل شيء مشان ما انسى اي شيء بنوب. مشان بلاشا في شيء مشكله؟ ايه بابا في. قالت لي الصبح انها عم تتوجع كثير، عم تعاني من ضرسه وورمان خدها كمان. اكيد هالحكي؟ ايه كمل. ايه انتو تخانقتوا لشي سبب؟ اه ما كن متخانقين؟ امبلا بابا، هداك اليوم تأخرت كثير على البيت وطلعت بلا ما تخبرني، لهيك بهدلتها شوي بس هيك. معقول لهالسبب ضربتها؟ انا بابا انا اضربها لبلاشا؟ شو عم تقول؟ مستحيل هالحكي. ما عندك هالشجاعة؟ طبعا. يعني انت كثير منيح ورايق على طول. ايه ما بتعمل هالشي بعرف. شو؟ بعدين كان عندي شك وبس. كيف عم تفكر هيك يا بابا؟ هيك فكرت. آسف آسف، أنا سألت لأني هيك حسيت. آه يمكن عندها أسنان عم يطلعوا. أسنان؟ ضرس العقل. أوه بهذا العمر بيطلعوا هدول أسنان. بحاجتهم. آه قصدي تحتاجهم. إيه لازم يطلعوا للواحد. كمل شغلك. رح كمل. يلا. كاش تتذكري شو بدك تعملي بناء على الخطة؟ أكيد ذكرت. بلاشا مو غريب شوي إنه ميرا ومرت عمي مالن مبينين؟ ليكي لا تقلقي عليهم، هنن بس يسمعوا صوتنا انه نحن موجودين بالبيت رح يجوا ركض من المحل مهن اللي عنا. لا تقلقي. طيب فينا نبلش؟ ايه يلا. شو بك؟ شو صار لك؟ يعني بلاشا نحن قررنا انه نتخانق سوا نحن التنتين. ايه بس نحن لهلأ ما قررنا انه موضوع بدنا نتخانق عليه. يا ربي دخيلك، نحن كيف مننسى هالشي هاد؟ بلاشا لا تنسي هي خطتك. والحل هلا؟ استني رح فكر بشي قصة. لقيتها. ايه رح نضرب عصفورين بحجر واحد. لا ما في حجر رح ترمى. بلاشا لا تعملي حالك غبية بهالطريقة. انا غبية؟
عم تقولي لي غبية وأنا أكبر كنة بالبيت وعم تحكي معي بهالطريقة؟ والله معناتها تصرفي مثل أكبر وحدة هون. شو قلت أنا؟ شو قلت شي غلط؟ احكي، فهمانة أنت شو عم تقولي وكيف عم تحاكيني؟ بلاشا خليني فكر بس بقى. شوي خلص بقى بلاشا، معلش تسكتي. ليش شوي؟ لازم اسكت؟ ما رح اسكت أبدا. لحظة، انتي لازم تفهمي. انتو ليش عم تتخانقوا؟ شو؟ نحن ما كنا عم نتخانق، نحن بس كنا عم نتناقش. انت زودتها. بخيل. بس 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 بيكفي. امي امي شو صاير لك؟ عم راقبك صار لفترة وانتي ضايعة بأفكار ما بعرفها. أمي قليلي شو المشكلة؟ انتي بشو عم تفكري هلأ؟ كنت عم فكر ببلاشا. شو عملت هي هالمرة بقى؟ ما عملت شيء أبداً، بس كانت عم تدور حوالي كيف ما تحركت. أنا متأكدة إنها كانت عم تجهز لشي خطة وقتها. لا يا أمي، بالواقع هي درسة كان عم يجعها كتير مبارح لهيك بتكون عم تتصرف بهالشكل. ولا شي من اللي قلتيه رح يصير، أنا متأكدة. ليكي ميرا، وجع أسنان ووجع الراس هاي شغلات بينشفى منها، أما إذا الشخص عن جد مجروح فما رح يرتاح نهائياً حتى ينتقم. أمي أنتي لا تفكري بهاي الطريقة، سلايفي التنتين هن الندمانين على كل شي، وخاصة على الطريقة اللي تصرفوا فيها معك من زمان. أمي أنا عم قول الحقيقة، حتى أنا ما كنت رح أفتح هالموضوع، بس هلأ بما أنه انفتح رح قلك أنهم قالوا لي أنه من المستحيل تثقي فيهم من اليوم ورايح بسبب تصرفاتهم، وأنه يخسروا ثقتك أنت هذا عقاب كتير كبير بالنسبة إلهم. هذا الشيء محزن كتير، هيك كانوا عم يقولوا. مشان الثقة ما بعرف، بس إذا هدول التنتين ناويين أن يضلوا بالبيت مثل العيلة الوحدة فأنا لازم أتصرف ليصير هالشي. بلاشا شفتي وينهم؟ نحن عم ندور وهنن بجنانة، نحن قلبنا كل البيت عليهم دائما سوا. كاش رح نبلش الخناقة هون مشان صوتنا يوصل لعندهم ويجي دغري لعنا. فكرة منيحة. انتي جاهزة؟ اوكي يلا. بالله يعني شو فكرة حالك انتي؟ قولي بهذا البيت حماتي هي الكبيرة، لهيك انا بس برد على اللي بتقوله هي. ماشي كاش، انا هيك كان لازم اقول، هلا شو بدي اقول انا؟ اخترعي شي تاني بسرعة، يلا احكي احكي يلا. كاش انا ما عاد فيني اتحمل الدراما السخيفة تبعك. بلاشا انت الوحيدة اللي عم تعملي دراما بهذا البيت مو انا. شو هالحكي الفاضي؟ هلأ إذا بسمعك عم تحكي كلمة تانية عن حماتي ما رح أتحمل أبداً. ها بلاشا لا تحاولي تعملي علي أستاذة وفهمانة. إيه درويش أنت بلشت؟ إيه يلا أنا ناطرك. عم تحكي أوكي. عن الذكاء؟ أصحك تحكي لي عن الذكاء بهالبيت، بس حماتي فيها تقلي وين الغباء والذكاء بتصرفات تبعي، فهمتي؟ شفتي مين اللي عم بيعمل دراما بالبيت بلاشا؟ لا لا أبداً ما في شيء. ما تكبر القصة. إيه. ها يعني انت اللي فهمانة عاملة حالك كبيرة بهالبيت، ما هيك؟ على شو؟ بطلي تمثيل بلاشا، إذا بتقولي كلمة تانية على حماتي ما رح أتحمل ولا رح أسكت لك، تذكري إنه بس إجت حماتي أنت ما عدتي الكبيرة. أنت متضايقة لأنك صرتي مثلك مثلنا وما عاد لك كلمة علينا بنوب. شو هالتخبيص هاد؟ لأنه حماتي ما خلتك تسافري على سنغافورة عم تحرضيني عليها؟ أنا ما رح رد عليكي لأني بحبها لحماتي. انتي سمعتي مثلي؟ لأنهم هن نتصرفوا بطريقة غلط معيك، هلأ عم يتخانقوا مع بعضهم دائماً بيعملوا هيك، هن اللي بيتخانقوا مع بعض لما بيعرفوا حالهم غلطوا بحق حدا. كاش هن عم يقدروا يسمعونا؟ شو نعمل هلأ؟ شو؟
شو عم يصير بيناتهم هدول؟ ما بعرف أبي. هالأيام أنا ما عم بقدر أفهم أي شيء. من شوي وقت اللي شفتهم واقفين سوا كانوا عم يتصرفوا مثل الإخوات وما في شيء. وهلأ أسمعوا. بس على شو عم يتخانقوا؟ رح روح شوفهم. أبي اتركهم لا تروح لعندهم هلأ. لازم يوقفوا على خناقة بقى. ما في داعي اتركهم يحلوا مشاكلهم لحالهم. شو بدك تعمل أنت هنيك؟ ابني خلاص. ليك عود شوف العقد. تفضل. أنا ما راح أخليك تروح لعندهم. تفضل. كاش بس خلصنا بقى عملك خرسي. قلت لك لا تقليلي خرسي. شوفوا ما بعرف هدول التنتين على شو عم يخططوا. أنت ما بتعلميني كيف بدي أحترم حماتي لأنه أنت ما بتحترميها أصلا. بلاشا أنت بتحكي كتير منيح وهي موجودة بس أنا بعرف شو بتحكي بس تكون هي غايبة لأنك ما بتحبيها. كاش كملي كملي هنن عم يطلعوا فينا. أمي أنت الوحيدة اللي بتقدر تسكتهم هلأ. قومي أمي بترجاكي حاولي معهم. تعالي تعالي أنت تفشيها لميرة على الأرض هلأ بس تجي تفشيها. ماشي ماشي يلا. أنت شو فكرة حالك؟ أنت شو فكرة حالك يعني آه؟ بسبب حضرتك يا كاش أنا وحماتي تخانقنا. مو أنا اللي سببت الخناقة مع حماتك، أنت سببتيها بسبب غبائك. كاش لا تحكي حكي فاضي. أمي لو سمحتي تعالي. ليش؟ ما لازم تضربيني هلا؟ في أي حدا منهم هون شي؟ لا. طيب بدك نعيد؟ بسرعة يلا. بلاشا يلا بسرعة 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 بلشي. كاش شو أنت فكرة حالك؟ أنت شو فكرة حالك؟ قولي. بسبب حضرتك يا كاش أنا وحماتي تخانقنا وزعلت مني. أنا اللي سببت الخناقة مع حماتي. أنت اللي سببتيها. لا أنت. العمى شو كذابة؟ ليش عم تتخانقوا؟ شو المشكلة؟ فهموني. أنا مالك عادي. سلفتي فهميني انت ليش هيك معصبه؟ انا ما رح اسكت لك ابدا. بالعكس انت اللي بلشتي بالاول. قولي بالك ما بصير بدي خليك تنتبهي على كل شيء. بالله عن جد ليش انت مين فاكره حالك؟ بس خرسي. قلت لك لا تقلي لي خرسي مره ثانيه. عمل لك بعدي ميره. لك شبكي ميره بعدي عني. انت ما بتفهمي يعني؟ اسمعيني شوي. لا تصدقي هي وحده كذابه. هي ضربتني على وشي بالاول. سلفتي صحتك مو منيحه. هدي حالك هلا انا بحكيها. يعني بس عندك هون من يوم ورايح لازم تعرفي حدودك. انا ما عاد فيني اتحملك. ها والله على اساس انا لكون قاعده ببيتك. انا بعرفك انت شو بتقولي من ورا ظهره وقديش بتكرهيها لحماتي. انت اللي بتكرهيها مو انا. عشان انت وحدك الزابه انت اللي بتكرهيها. قديش بتريد؟ ميرا ميرا تعالي قومي. اجت هاي. انت اكبر مني بس هذا مو يعني اني اسمع كلامك دائما. حكي فاضي. انت اللي كلامك. هالمره ما رح اتحمل حكيك عن حماتي. عم تفهمي يا كاش؟ حاجه تفاهه بقى. ورح احكي لعمي كل شيء عم تعمليه وعم تحكي عن حماتي وميرا. انا بحكي. لا انا بحكي. انا بحكي شو بتحكي عنا بظهرها. احكي شو قلت انا؟ ما حدا بالبيت بيصدقك. احترميني شوي انا اكبر منك يا كاش. عن جد؟ انت اكبر وحده معناها تصرفي مثل اكبر وحده. انا ما رح اسمع اي شيء هلا. انا رايحه اقول لعمي. عم تفهمي؟ عن جد؟ بدك تروحي تحكي؟ تفضلي. انا ما بيهمني ابدا. ما بيهمني احكي معك بالمره. ايه تعالي تعالي لهون. ما بدي اجي لعندك. حكي فاضي. خلي جوزك يجي. رح اقول له كل شيء. ما بدي احكي معك. رح اقول له كل شيء لدرويش. ها عم تسمعيني؟ رح اقول له كل شيء. كثير حلو. اسمعي منيح لكان. انت عم تتخطي حدودك كثير بلاشا. لك اسكتي بقى. انت خلص كاش. بعتذر. كاش انا عن جد تفاجأت. ما كان قصدي اخي. انتي عم تتوجعي شي؟ الكيف قوي؟ كاش؟
كنا مخططين يكون الكف لحماتنا، وفجأة قلبت الخطة علي أنا وأنتي. ما بعرف شو اللي صار، حسيتي على شي أنتي؟ بلاشا، بالحرب أوقات بتخسري وأوقات بتفوزي، بس درويش اليوم ضربني عن جد، وكمان قدام كل أهله. هو رفع إيده على كاش. مين مفكر حاله يعني؟ كاش لازم تروقي. تذكري معي وقت كنا عم نتدرب أنا وإنتي لحتى نضرب حماتنا، تتذكري شو قلتيلي إنتي بوقتها؟ يا سلفتي، إذا بدنا نخلي حماتي تطلع برات هذا البيت وما عاد ترجع، لازم نتحمل كل شي رح يصير من عواقب، وأنا عم أتحمل كل هالوجع. يعني إنتي كمان لازم تتحملي مثلي. شو ما بدك تحكي أي شي هلا؟ ماشي، أنا فكرت شو بدنا نعمل هلا. إذا بدنا نخلي حماتي تطلع برات هذا البيت فضروري يا كاش نحن ما نستسلم بسرعة، وما لازم نغلط أبدا مثل اليوم. اسمعيني منيح شو بدي أقول لك هلا. يعني بالنسبة للبيت، كل يلي موجودين فيه موقفين مع حماتي ضدنا أنا وإنتي، وهلا لازم نتحرك ونعمل شي لحتى نخليها تنعزل عن الكل، وبعدها نتصرف مثل ما بدنا. شو رأيك بهالفكرة؟ فكرة أمك؟ شو؟ شو قصدك؟ أنا قصدي أنه أمك حكت معك مبارح يعني؟ لأنه بلاش هالشي مستحيل يكون من عقلك أنت. أنا متأكدة من هالحكي، وما حدا غير أمك فيها تقترح هالشي وتسمعي منها. بعرف هالشي منيح كتير. اسمعيني كاش، من بعد ما درويش ضربك على وشك قدامنا عرفت انه مستحيل تقدري تفكري بأي خطة، ورح تكون افكارك مخربطة، وخططت مع امي مشان ناخد حذرنا وما نضيع. لهيك بدي تسمعيني. عظيمة عن جد ممتازة. بس بلاشا، بهيك حالة مين فينا رح يحمل الشعلة؟ كاش، أمي بتقول مثل كتير قديم، لما بدك تمسكي سمكة كبيرة لازم تغريها بسمكة صغيرة لتكون طعم. ما عم بفهم شو هذا اللي عم يصير بالبيت. بحياتها ما صارت مثل هيك حادثة أبداً هون. ما بتلحق تخلص مشكلة تجي وراها مشكلة. هلأ العالم صار عندهم جرأة ليرفعوا إيدهم على بعض كمان؟ يا أخي درويش، أنت غلطت. أخي شو؟ أخي نحن ما بصير نرفع إيدينا على النسوان بهذا البيت أبداً. إيه؟ بعدين لسه مبارح أنا وأبي كنا عم نحكي بهذا الموضوع، واليوم ضربت لكاش. عيب. بابا بابا، أنا عن جد ما قصدت أعمل هيك شي بنوب، صدقني. أنا وقت أجيت على البيت شفت إنه هن التنتين عم يتخانقوا، وقتها أنا قربت لبعدهم عن بعض، وفجأة لقيت حالي عم بنضرب، حتى إني بابا دافعت عن حالي بشكل لا شعوري. أنا ما حسيت على حالي وقت رفعت إيدي على كاش أبداً، وأنت بتعرف إنه بعمري ما ضربته ولا حتى عارضته. أخي طيب ليك بابا، إذا كاش بده تعمل أي شيء بالعادة لا أنا ولا حدا بيوقف بوشه، حتى أنا ما بتجرأ إلا ولا كلمة واحدة، وأنت بتعرف هالشي، بقى كيف بدي أتجرأ أرفع إيدي عليها؟ قلي آه؟ أخي على الأقل حالتك أنت بتختلف عن حالتي. صح أنت ما فيك تعمل أي شيء وتواجه مرتك بلاشة، بس على الأقل فيك تشرح لها شيء هي ما بدها تسمعه، يعني على القليلة هي بتسمعك. ها؟ بابا بحالتي هي صدقني هالشي مستحيل. بابا هلأ صرت حس بهالشي، هاد أسوأ زوج بهذا البيت هو أنا. مزبوط كلامكم. إيه ليش لحتى أعمل كل هذا الشي عن قصد؟ قلي
وبكل اللي صار انتو يلي عم تتهموني وعم تعاملوني كأني عملت شي غلط كبير. أنا رح قلكم كل شي بصراحة، لا قصد أضربها ولا قصد زعلها حتى، الموضوع كله مجرد صدفة. هذا كل شي. ابني إذا كانت بس حادثة شرح لها أنك ما كنت قاصد هالشي. يا بابا هي شغلة بسيطة، كاش كتير معصبة وصل لزمان كتير قاعدة برا، وأنا ما بدي واجهها بهيك وقت حساس وهي معصبة مني. مزبوط أبي، حتى ميرا حاولت تشرح لها بس هي مو جاهزة لتسمع. ايه أبي، يلي عم فكر فيه أنا إنه نقول لخالتي غالية، قصدي هي رح تسمع من غالية، ما هيك؟ لا بهيج، لا عاد تدخل غالية بكل شي بلا سبب. ايه وانت وقت كاش بتهدى شوي رح تفوت لجوا، وقت اشرح لها اللي صار. لا تدخل شخص ثالث بمشكلة بين المرأة وجوزها، ممكن تطلع لك مشكلة تانية. فهمت ابني؟ اللي فهمت؟ مفهوم. وإذا اضطر الأمر اعتذر منا. ماشي؟ بيضل في بيناتكم عشرة. ايه مزبوط. يا رب. ألف مبروك. شو بك، شو أنت مجنون؟ ليش عم تهنيني بهالطريقة هاي؟ أنا هلأ تحت سمعت أخبار حلوة، صار هالشي؟ أخبار حلوة؟ إيه؟ مثل شو؟ أنت ضربت كاش كفه بكل قوتك. برافو عليك، أنا كتير مبسوط أخي، حتى أنا ما صدقت إنه فيك تعمل شغلة مثل هاي بعمرك. خلص حل عني رشي. إيه إيه بعرف شو مشاعرك، اليوم كتير مهم بالنسبة إلك، أنت عملت شي ما حدا بالعالم بيصدقه. بس فهمني أنت شو أكلت اليوم الصباح بالضبط؟ شو؟ يعني كيف إجتك الجرأة إنك تعمل هيك؟ يلي صار إنه طلعت من البيت وكنت متفائل، رحت لتعرف الأسعار ولقيتها مرتفعة. أي. وهيك رجعت على البيت وأنت مو مصدق يلي عم يصير، وما عرفت شو بدك تعمل وقتها، ولقيت كاش واقفة بطريقة رشيد. لهيك فورا ضربت كف على وشك. رشيد لو سمحت، لو سمحت، أنا هلأ مارر بأزمة وحياتي مهددة، وأنا بهي الحالة أنت عم تتمسخر علي. مين عم يتمسخر؟ بس قل لي شي، أنت ما أدركت الموقف بوقتها؟ يعني سبق وتدربت على هذا الشي؟ تدربت؟ إيه؟ على شو؟ في حوالي 151 طريقة لتحافظ على زوجتك تحت السيطرة، وهي الطريقة واحدة منهم، مو صح كلامي؟ رشيد بدي تعلمني يا أخي. رشيد بترجاك، بدي صير لو سمحت روح من هون، أنا بلشت أفقد عقلي. روح من هون لو سمحت. إذا أنت ما علمتني مين بده يعلمني؟ يا لطيف، ما عندي أي فكرة شو بدها تعمل فيني كاش هلأ بعد ما أكلت الكف مني، وأنا ما عم بقدر لاقي حل لهالمشكلة، وما عندي غير حل واحد وما في قدامي غيره، والحل هو إني روح انتحر فورا واخلص من كلام المزعج والقاسي، ولا أجلها لبكرة. أحسن شيء أعمل حالي نايم ومو حاسس على شيء وهيك بخلص. درويش، درويش، شو أنا مجنون لرد عليها؟ أني وقف لأنها عم تناديلي، هذا مثل الانتحار. الأشخاص اللي عن جد نايمين بيقوموا فوراً وقت بينقال اسمهم مرة أو مرتين، بس الأشخاص اللي بيعملوا حالهم نايمين هدول اللي ما بيفيقوا أبداً. كاش أنا بالواقع أنا اليوم
بصراحة ماني عرفان، ماني عرفان شو بدي. درويش، وهالحكي الفاضي هاد؟ أنا كان بس بدي أقلك إنك نايم بمكاني بالتخت. يعني أنتي معقول أنتي بدك تحكي معي بس مشان هالشغلة هاي؟ إيه؟ ما بدك تحكي معي مشان أي شيء تاني هلأ؟ لا. تعالي، أنا آسف، تعالي لو سمحتي. أنا بصراحة خربطت بمكان نومي. يعني أنا لما ضربتك كف على خلقتك روحي، كنت عرفان إني غلطت غلطة كبيرة كتير ولا تغتفر أبدا. درويش، أنا أصلا نسيت هالقصة. يعني أنا ضربتك بالغلط وأنت ضربتني بالغلط كمان. إيه؟ وانحلت القصة. أنت ليش كتير متوتر من شانا؟ عن جد عم تحكي؟ إيه، وهلأ أنا بدي نام. بعتذر، أنا نمت هون وما لاحظت إنه هذا مكانك. لو سمحتي تعالي نامي. تفضلي. اتسطحي، رح أغطيكي. تصبحي على خير. وانت بخير. درويش. نعم. ما بدك تطفي القضية؟ طيب رح اطفيهم. انت اليوم نفدت يا درويش، بس هالشي ما بيعني اني رح اسامحك او انسى. فيني صفي حساب هالدين باي وقت، بس بالاول بدي صفي حساب الدين تبع حماتي، ولهيك لازم ضل ساكتة اليوم واستنى لبكرة. أول ما بتخلص بلاشة من تجهيز مهمة بكرة، كل شي رح يكون انتهى. متذكرة شو بدك تقولي؟ يا ريت ما تنسي شي. انتبهي، رح أروح أشوف إذا هي إجت. شو إجت؟ لا لسه. ليك إجت. سلفتي؟ شو اللي صاير؟ لا ولا شيء. شبكي؟ ليش عم تبكي؟ لا ولا شيء. سلفتي لا تكذبي علي، ليكك عم تبكي؟ شو صاير معي؟ يلا قلي لي. خلص ولا شيء ميرا، ما في فايدة إني قلك أصلا. لك سلفتي، مشان الله قلي لي شو صاير معك وليش عم تبكي؟ انسي الموضوع ميرا، ما عاد بدي مشاكل بهالبيت بالمرة. انتي روحي وخلصي شغلك. ماني رايحة. إذا ما بتقلي لي شو صاير معك رح ضل قاعدة هون وما رح أتحرك أبدا. ماشي ميرا، أنا رح قلك شو يلي صاير لأنك مصرة. رح قلك لأنه بهذا البيت أنتي الوحيدة يلي فيني أحكي لها عن مشاعري وإشكي لها همي. طيب قلي لي شو اللي صار. سلفتي، هدي حالك شوي وقلي لي شو صاير معك. ميرا، بتأسف على تصرفاتي بالفترة الأخيرة، ولهالسبب هاد كنت قاعدة هون عم لوم حالي، لأنه طلع ما حدا بيثق فيني بهذا البيت. كلهم هلأ بطلوا يثقوا فيني، ليش وأنا الكنة الكبيرة الموجودة بيناتكم؟ سلفتي، إذا أنت عم تتأسفي عن غلطك معناتها لو سمحتي عبري عن هالشي للكل، والكل وقتها رح يسامحك. عن جد؟ إني أحكي لحالي ما رح استفاد. وقت عملت هالأغلاط عملتها مع كاش، اتورطنا سوا بالموضوع. هي لازم تتأسف معي مو هيك؟ معك حق بهالحكي يا بلاشة. أنا آسفة على كل تصرفاتي اللي عملتها معك. كاش، أنت اللي عم تقولي هالشي هاد؟ أي طبعاً، أنا عن جد آسفة على كل تصرفاتي السيئة. أنا ما بعرف كيف تصرفت هيك معك، حتى وقت بتذكر بخجل من حالي كتير. وأنت ميرا، بهذا البيت أنت بس اللي فيها تفهمنا وتقدر القصة.
عرفتي ليش عم تقولي هيك؟ لا ميرا، لهلأ كل تصرفاتنا مع حماتنا كانت مو صح بنوب، وأنا بتأسف عليهم. يا ريت يرجع الزمن فيني لصلح أغلاطي. سلفتي، إذا أنتوا التنتين عم تحاولوا تتأسفوا عن جد، معناتها روحوا هلأ واعتذروا من أمي. وإذا عرفت أنكم عم تتأسفوا عن تصرفاتكم، هي أكيد رح تسامحكم، ووقتها الأمور بترجع تمام. شو رأيكم؟ ما بتوقع أنه رح تقبل تسامحنا. مزبوط، بس بتعرفوا شو الضرر إذا جربنا هالشي؟ كاش اسمعوني، عندي فكرة. معلش اقترحها وشوفوا انتو اذا عجبتكن. شو هالفكرة؟ كلنا سوا رح نروح برحلة برات البيت، وقتها كلياتنا رح نقدر نحكي مع بعض بصراحة ونتفاهم مع بعضنا، وقتها نحنا كمان انا وكاش رح نعتذر من حماتنا. فكرة منيحة، حلوة كتير. بس تعرفي شو بتوقع يا بلاشة؟ يعني فكروا معي، ما في داعي نروح كلنا سوا، يعني إذا ما رحنا كلنا بيكون أحسن. شو رأيكم إذا منبعت عمي وحماتي قبل؟ فكروا بالموضوع معي، إنه هنن يكونوا مبسوطين كتير لحالهم بعيد. إذا نحنا عملنا هالمفاجأة قالن تنبسط حماتي كتير وبتسامحنا أكيد على أخطائنا. شو رأيكم بهالفكرة؟ إيه عن جد معك حق بهالشي، مو هيك ميرا؟ يا ريت ميرا تفهمينا القصة، إنه من يوم ما حماتنا إجت على هالبيت من هداك اليوم نحن التنتين عم نزعجها كتير. يعني للأسف ميرا، عمي المسكين وحماتنا ما قدروا يقضوا وقت مع بعض منيح، وعن جد نحن لازم نفكر فيهم، ما هيك؟ إيه صح. وبما إنه عمي رح ياخد حماتي بأول مشوار إلهم مع بعضهم، بقى أنا عم فكر شو رأيكن إنه يروحوا على المزرعة مع بعض ويضلوا هنيك فترة. يعني بينبسطوا، وما بتخيل رح يقدروا يلاقوا مكان يكون مريح أكتر. حكي مو صحيح؟ كاش، كاش انتي تعي معي فورا، تعالي. نحن التنتين ما حدا جاهز ليثق فينا بهذا البيت ابدا، ولا حتى سلفتي ميرا كمان. ما بعرف شو نعمل لحتى يثقوا فينا. نحن عن جد متاسفين على كل تصرفاتنا السيئه اللي عملناها معهم. انحرقت، حتى لو احترقنا ما رح يصدقوا، ما رح يصدقوا انه نحن عن جد تغيرنا كثير. وقفوا بقى، خلص بقى، شو صار لكم؟ لا انت لسه ما وثقتي فينا. لك شبكن صدقوني انا واثقة فيكن. اسمعوا، عجبتني فكرتكن تبع المزرعة عن جد، واذا بدكن بتوقع حتى عمي وماما رح تعجبن، ورح قلن انه هن لازم يروحوا على المزرعة لحالن. منيح هذا الحكي؟ ايه كتير حلو، هاي ميرا وثقت فينا. يا عمي بدي اقول لك انه عمو هاري دق من المزرعة وقال يمكن في مشكلة ببواري المي وكأنه في تسريب هنيك، والحنفيات ما عم يشتغلوا منيح، هيك كان عم يقلي. ماشي، راح احكي مع عمك هاري على التليفون وبتنحل المشكلة فورا. ايه وفي مشكلة تانية. شو؟ بتوقع انه فاتورة الكهرباء لازم تندفع وفورا، لهيك الكهرباء بتجي وبتروح، هو هيك كان عم يقلي كمان. ماشي، ما في داعي روح، بس مشان هيك رح شوف القصة انا، لا تقلقي. لا مو هيك، بس عمو هاري ما بيسمع غير منك، كيف بدها تتصلح الامور اذا ما رحت لهنيك؟ كان عم يدق لك لتروح. اذا هيك معناها انا لازم اروح لعنده. انت بتعرفي المزرعه؟
نحن عنا مزرعة كتير حلوة، أكيد رح تحبيها. كتير كبيرة و... بعرف هو قال لي. عمي يلي بدي أقوله، أنت رايح ورايح على المزرعة، مزبوط حكي؟ معناتها ليش ما بتاخد ماما معك كمان؟ لا يعني قصدي فينا نروح لهنيك بأي وقت، فلشو هالسرعة؟ ايه بهالوقت نحنا مشغولين كتير، منروح بغير وقت. ايه بعدين عندي شغل بالبيت. بس لا، حتى بهاي الفترة الجو كتير حلو. بتخيل ماما كتير رح تحب تروح، هذا الفصل كتير حلو والجو على الأكيد رح يكون رائع هنيك، والمزرعة فيها كل أنواع الورد، أنواع كتيرة. عمي أنت بتتذكر وقت رحنا آخر مرة بنفس هذا الوقت ما هيك؟ كتير انبسطنا. لهيك عم قول إنه تروح ماما تشوفها بهذا الوقت بالذات من السنة. لا لا عن جد ما بتوقع أني فيني روح اليوم، لأنه أنا عندي شغل كتير. والبرد كتير هنيك وأكيد رح تبرد وممكن كمان تمرض. مظبوط. وكمان رح تكون تعبانة. خلص بنتي نحنا منقرر نروح بشي يوم فاضي. بالحقيقة يلي عم فكر فيه هلأ، يعني بعد الزواج انتو لهلأ ما رحتوا لمكان، وهلأ بما انه كل شي منيح روحوا هالمشوار، صدقوني انتو رح تغيروا جو. ميرا اسمعي لو سمحت. عمي شو القصة؟ اذا انت رايح فشو المشكلة انك تاخد امي معك؟ لك مو هيك القصة، كلنا رح نروح. خلص انا قررت انكم تروحوا. ميرا انت رشيد. ميرا 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 رشيد ضب شفتك. يا ميرا تبع عمي شو عم تعمل هاي؟ ليش عملت هيك؟ طيب شو قررتي؟ انت قرر. المزرعة روح لحالك، يعني شغلة الضخ وفاتورة الكهرباء، خلص كل شي وتعا وقتها منروح. لا 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 مو مشان الفاتورة، مشان ميرا، قصدي عي اللي كانت عم تقوله، مشان المزرعة يعني، مشان انه نروح على المزرعة، مشان هيك. خليني اقول لك الحقيقة سيد فياض، بصراحة انا ماني شايفة انه في داعي يروح هلا، لانه عن جد في عندي شغل بالبيت، منروح بيوم تاني بكون انا فاضية، شو رأيك؟ بصراحة ميرا حكت معي مشان هاي الشغلة من قبل، بوقت أنا كتير كنت متلبك. حتى أنا كمان كنت كتير متلبكة. بس نحن بدنا ناخد قرار بهذا الموضوع. مزبوط. طيب أنت شو قررت؟ هلأ يعني ميرا حلفتنا أنه لازم نروح. شوفي أنا لازم روح لحل مشاكل المزرعة، يعني على الحالتين أنا رايح لهنيك. أنت ما شفتي المزرعة لهلأ، هلأ فيك تشوفيها. طبعاً إذا أنت ما عندك مانع تجي براحتك. أبداً أنا الحقيقة حابة، بس ما ليكي بدي لك الحقيقة. أي قرار ميرا بتاخده مشان أهل البيت هاد هو أكيد بيكون لمصلحة العائلة. إيه مزبوط هاد الشي. في شغلة مثلاً، بسبب إصرار ميرا أنت صرتي بحياتي أخيراً. يلا نروح. الطلب وأكثر زيادة بدها حلال.
Thank you.